دكتور محمد يسري، نتعرف بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية. الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، وكيل جامعة المدينة العالمية. تعليق حضرتك على الخطاب بتاع رجب الرؤى؟ الحمد لله، خطاب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان كان خطابا موفقا، تناول فيه عدة جوانب، واستطاع أن ينتزع إعجاب الحضور بخطابه الصريح والمباشر الذي خرج عن الخطاب السياسي أحيانا إلى الخطاب الوعظي والاجتماعي أحيانا أخرى، وكان فيما تناوله متوازنا إلى قدر أو إلى حد كبير في عرضه، واستطاع أيضا أن يوجه خطابا واضحا حول السياسة التركية الإسرائيلية، واستطاع أيضا أن يوجه خطابا قويا وصريحا إلى القيادة السورية بأن تعود عن هذا الطريق الذي ركبت فيه رأس العناد وأشاعت فيه القتل والفوضى في البلاد، واستطاع أيضا أن يخاطب المصريين ويخاطب مصر الثورة بخطاب ناجح يعد بكثير من الخير ويبشر بكثير من الآمال، كما أنه لفت الأنظار إلى أنه لابد أن نأخذ جانب الحيطة والحذر في مبادئ هذا الأمر الذي نحن في أوله، وأن نسعى إلى الخروج من عنق الزجاجة وأن ندخل إلى الانتخابات بقوة واقتدار وتنظيم وتأهيل ونظام يكفل ويسمح للمصريين بأن يمارسوا اختيارا حرا رشيدا وأن ينالوا حظهم في هذه الحياة من غير أن تستحوذ على إرادتهم جهات خارجية أو أن تبدد آمالهم جهات داخلية. كان خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا يغلب عليه التفاؤل ويبث الأمل ويعد بكثير من الخير ويبشر أن تركيا تمد ذراع التواصل والتعاون مع مصر لا سيما في الجانب الاقتصادي، وكانت إشاراته في هذا واضحة، حيث ذكر أنه جاء على متن طائرة ضمت 280 رجلا من رجال الاقتصاد والأعمال التركي، وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن تركيا تتجه الآن نحو مصر اقتصاديا. أشار أيضا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قبل 5 سنوات كان نحو من 60 مليونا من الدولارات، تحول هذا العام إلى 3 مليارات، وهذا رقم ضخم. قال: ونحن نسعى إلى أن نزيد هذا إلى 5 مليارات. هذا يعكس اهتماما تركيا بالحالة المصرية واعتدادا واعتزازا بالعلاقات المصرية التركية. نشكر السيد رجب طيب أردوغان على هذه الكلمة وتلك البادرة الطيبة، وهو ينبغي أن يذكر له أنه أول رئيس دولة أو رئيس وزارة يزور مصر بعد الثورة، يقدم رسالة واضحة للعالم بأسره إلى أن مصر وتركيا كما يعبر الثوار إيد واحدة. ألا ترى أن تركيا تمشي أو مصر تمشي عكس تركيا، حيث أن تركيا تنزع البلد أو تنتزع الدولة من العلمانية البحتة، وأن مصر تريد علمانية مصر؟ مثال القوانين التي يريدون أن يفعلوها، القوانين فوق الدستورية. الحالة المصرية التركية أو العلاقة أو المقارنة بين الحالة المصرية والحالة التركية ينبغي ألا يغيب عنا فيها أن رجب طيب أردوغان ومن قبله نجم الدين أربكان سعيا حثيثا وجادا لانتشال تركيا من أوحال العلمانية ومن علمانية الجيش التركي تحديدا، الذي اعتبر حارسا للعلمانية ولمدة عقود متتابعة. هذه الحالة لا يوجد ما يشابهها عندنا في مصر، ولا نقبل بحال من الأحوال أن يردنا أحد إلى هذه العلمانية التي تتجاوزها تركيا في هذه الأيام.
إن مصر دولة إسلامية بدستورها الذي نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس لهذه الأحكام التي يحتكم إليها المصريون. نعم غيبت أحكام الشريعة كثيرا، بدلت أحكام الشريعة طويلا، لكن هذا النص الدستوري يبقي لدستور مصر هذه الهوية وهذه الشخصية، فلا يبقى إلا أن تفعل هذه المادة من جهة، ولا يبقى إلا أن تقوى هذه المادة من جهة، ويبقى أن تنقى هذه القوانين التي تخالف المادة الثانية في الدستور المصري من جهة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المصريين في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة والحاسمة لمزيد من تحكيم شريعتهم ونصرة قضيتهم بل وقضايا المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها. هل استعددتم للانتخابات القادمة؟ السؤال هل استعددتم للانتخابات القادمة يجب أن يوجه إلى الأحزاب السياسية التي سوف تخوض هذه الانتخابات، وأنا بشخصي لست عضوا في حزب بعينه، وإن كنت داعما بشخصي وبصفتي أمينا عاما للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لهذه الأحزاب التي تنتمي إلى هذه الشريعة وتلك الثقافة والحضارة الإسلامية العريقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يتقبل سعي المخلصين وأن يوفق هؤلاء الساعين لنهضة بلادنا ورفعة حضارتنا وقيام قوتنا واشتداد قوتنا في هذا العالم الذي يموج بتغيرات كثيرة وتتناوشنا فيه أعداء متعددين. في حالة تعجيل الانتخابات تحت الظروف اللي مصر تمر بها الآن، هل ستنزلون إلى الميدان كما نزلتم قبل ذلك في جمعة الشريعة؟ هذا كلام سابق لأوانه، والبحث فيه يحتاج إلى تشاور وأخذ ورد بين جموع الإسلاميين ورموزهم الداعين والعاملين في هذا الحقل وهذا المجال. لا نستطيع أن نقول إننا سوف نفعل هذا ولا نتكهن بشيء الآن حتى يظهر لنا ما ينبغي أن يظهر في الساحة السياسية من توجهات للمجلس العسكري. التوجهات التي نسمعها والتصريحات التي نتلقاها هي تصريحات تؤكد على أن المجلس ينتوي الدخول بالأمة جميعا إلى هذا الصندوق، صندوق الانتخابات، وفي مواعيدها التي سبق الإعلان عنها. نرجو أن يلتزم المجلس العسكري بهذا، وليعلم الجميع أن عدم الالتزام بهذا قد يدخل البلاد في ما لا تحمد عاقبته وما لا يرجوه أحد. نرجو جميعا الاستقرار، نرجو جميعا الهدوء، نرجو جميعا أن نعطى فرصة لإنهاض بلدنا وإقامة حضارتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وعموم العاملين والدعاة المخلصين إلى خير ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. سؤال أخير معلش، تعليق حضرتك على هدم السور بتاع السفارة الإسرائيلية. على كل حال لسنا مع التهيج ولسنا مع الإثارة، وموقفنا مع اليهود لا يراهن عليه ولا يزايد عليه، موقفنا واضح من اليهود وإسرائيل. لسنا مع مزيد من الفوضى أو لسنا مع مزيد من يعني استفزاز الشارع المصري، ولنا أولوياتنا التي نزن بها الأمور ونقف من خلالها المواقف السياسية والشرعية الصحيحة. هذه القضية لا تعنينا الآن ولا تهمنا الآن، لدينا من الشؤون الداخلية ما يشغلنا وما ينبغي أن يشغل غيرنا وما ينبغي أن يشغل الجموع. وعلى كل حال هي رسالة واضحة للكيان الصهيوني أن العجرفة الإسرائيلية لن تكون مقبولة بحال، لا الآن ولا بعد هذا الحين، وأن بلادنا والشرق بعامة قد استيقظ لإقامة حضارته ولنهضته ولعزته، فلا يقبل إذن أن تمتهن كرامته بأي صورة من صور الامتهان. وخير للحكومة الإسرائيلية أن تنظر إلى الشعوب، فإن النظر إلى الشعوب قد ينفعها بدلا من النظر إلى الحكومات الباطلة السائلة التي لا تمتلك قدرا من مشروعية. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة في الثورة وما بعد الثورة وما وقع في مصر وما وقع في غير مصر أن القضية والرهان الذي ينبغي أن يكسبه
هؤلاء، إنما هو مع الشعوب، وهذا لا يتأتى بإهدار كرامتها ولا بالتعدي على حريتها ولا بالاستهانة بمقدساتها وحرماتها. الرسالة واضحة للكيان الصهيوني، وهو مضطر لأن يعتذر لمصر ولتركيا عن هذه الجرائم التي وقعت منهم بحق الشعبين الأبيين الكريمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. موقع أخين بيشكر حضرتك، وإن شاء الله تكون من أوائل. ياكم إن شاء الله.